السلام عليكم أعزائي التلاميذ، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال مادة الفيزياء الدورة الثانية اللي هو جزء الكهرباء. الجزء ديال الكهرباء كيف ما كتعرفوا فيه تقريبا يلا جوج ديال الدروس، هما تقريبا اللي كيتحطوا في الامتحان وكيركزوا عليهم بزاف ولأنهم أهمية. كاين الدرس ديال القدرة الكهربائية وكاين الدرس ديال الطاقة الكهربائية، في حين هذا الدرس ديال المقاومة الكهربائية ما كيتعتبرش شي درس لي اساسي بزاف، بويسك هاد الوكور هذا هو كديروا له نورمالمون غير تذكير. الحاجه اللي كتشوفها في هاد الدرس هي قانون اوم، اما المقاومه الكهربائيه لا ريزيستانس الكتريك راكم ديجا قريتوها في الاولى اعدادي. دونك غادي نشوفوا الدرس ديالنا اليوم ان شاء الله، ولكن قبل ما نشوفوا لوكور بويسك نورمالمون الاغلبيه ما كيقراوش الكتريسيتي الكهرباء في الثامنه، دونك صافي دابا 2 ما شفتو الكهرباء. دونك الاغلبيه كيكون نسى لي نوسيون دو باز لي تكنيك ديال الكتريسيتي اكسيتيرا. دونك غنحاول ندير واحد التذكير وغنشوفوا بعض المعلومات الاساسيه وبعض الثوابت اللي غتخلينا اننا نفهموا الدرس بكل بساطه وبكل سهوله. دونك كيف ما كنعرفوا بان في الكهرباء كيخصني نعرف ما يسمى بالدارة الكهربائية البسيطة، لو سيركوي إلكتريك سامبل. دونك الدارة الكهربائية قريتوها في السابعة. دونك باش ننجز أنا واحد الدارة كهربائية كنحتاج العناصر أو المركبات كهربائية، فمثلا كنقدر نحتاج هذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى مولد، يعني لو جينيراتور، يقدر يكون بطارية ولا عمود إلى غير ذلك، هو المصدر، هو العنصر اللي كيعطينا الكهرباء، يعني منه كيجينا الكهرباء. دونك هذا هو الرمز ديالو، هو عبارة عن ثنائي قطب، كيكون عنده قطب موجب وقطب سالب. السابعة كنا كنديرو زائد هنا وكنا كنديرو ناقص، دابا راه باين هذا هو القطب الموجب، دونك هنا فين كاين البلوس وهذا القطب السالب، فين كاين الموا. كنحتاجو لانتيغيبتور أولا قاطع التيار، فوالا. دونك حتى هو راه ثنائي قطب، راه نورمالمون عنده جوج ديال المرابط. هاد قاطع التيار عنده جوج ديال الحالات، يقدر يكون على هاد الشكل هذا، يقدر يكون على هاد الشكل هذا. دونك هذا قاطع التيار مفتوح وهذا قاطع التيار مغلق، مزيان. دونك شنو الدور ديال قاطع التيار في الدارة الكهربائية؟ هو بحال قلتي كيكوموندي لينا في الدارة واش غيدوز التيار الكهربائي او لا ما غاديش يدوز. نورمالمون التيار الكهربائي كيجينا من هنا، دونك الى لقى قاطع التيار مسدود فغادي يمر التيار الكهربائي. باغ كونطخ الى جا التيار الكهربائي من هنا ولقى قاطع التيار مفتوح، دونك ما غاديش يمر التيار الكهربائي. وكنا شفنا بان الدارة تقدر تكون مفتوحة او لا مغلقة، دونك هذه عبارة عن دارة مغلقة، دونك غادي يكون مرور التيار الكهربائي. في حين الى كان قاطع التيار مفتوح فالدارة غتكون مفتوحة وما غاديش يكون مرور التيار الكهربائي. العنصر الثالث كنا شفنا المصباح، والمصباح شفنا هذا الرمز هذا وشفنا رمز اخر، يعني هادو بعض الرموز كنشرحو دابا باش الا شفتهم فشي سيركل ولا هذا ما تغلطش. دونك هادي لا لومب، يعني المصباح الكهربائي عنده جوج رموز وعباره عن مستقبل كهربائي، يعني ماشي هو اللي كينتج التيار الكهربائي بينما هو كيستقبل التيار الكهربائي اللي يشتغل. وعنده جوج حالات، يقدر يكون منطفئ يقدر يكون مشتعل. امتى غيكون مشتعل؟ الا مر التيار الكهربائي غتشعل البوله، الا ما مرش التيار الكهربائي فالبوله غتبقى طافيه. ومن بعد كنا شفنا هادو اللي كيربطوا لينا هاد المركبات كيتسموا اسلاك التوصيل. اسلاك التوصيل كنمثلوهم بخط، صافي. دونك هادي عباره عن داره كهربائيه بسيطه. خصني نشوف بعض المقادير الكهربائيه اللي غادي نحتاجو مع المقاومه الكهربائيه ولا قانون اوم. من بين المقادير الكهربائيه اللي غادي نحتاجو واللي كنتو شفتوهم في السنه الاولى اعدادي، كنا شفنا ما يسمى شده التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي اون فرونسي سي لانتونسيتي، شدة التيار الكهربائي. المقدار الثاني اللي كنتو شفتو سي التوتر الكهربائي، دونك التوتر الكهربائي فوالا. دونك كنتو شفتو الشدة وشفتو التوتر. شنو التعريف ديال شدة التيار الكهربائي؟ دونك الا بغيت نعرف شده التيار الكهربائي المار في هذه الداره هذه، نورمالمون هو كميه الكهرباء الماره
الدار الكهربائيه ككل، يعني شحال دايز لينا، يعني شحال دايز لينا ديال التيار الكهربائي في هاد الدار هاد. دونك هي الشده الكهربائيه، شده التيار الكهربائي هو عباره عن مقدار كهربائي كنقدروا نقيسوه. هاد شده التيار الكهربائي عندها واحد الرمز، عندها واحد الرمز اون فرونسي انتنسيتي كتبدا ب اي، دونك الرمز ديالها اي ماجيسكول. دونك فيما تشوف اي ماجيسكول تساوي، عرف بان راه شده التيار الكهربائي تساوي. هاد المقدار الفيزيائي عنده واحد الوحده عالميه، دونك الا قلنا اي تساوي 17 ولا اي تساوي 5 ولا اي تساوي 1.2 ماذا؟ دونك الوحده العالميه هي الامبير، ونرمز لها ب ا ماجيسكول الامبير. دونك فيما تشوف شي حاجه بالامبير عرفها هذيك راه شده التيار الكهربائي. بالنسبه لهاد الشده ديال التيار الكهربائي اللي كتكون في الداره، كنستعمل واحد الجهاز للقياس ديالها هو هذا. دونك الرمز ديالو هو هذا، دائره فيها ا، كيتسمى جهاز الامبير متر. جهاز الامبير متر نستعمله لقياس شده التيار الكهربائي المار في الداره. لاحظوا معايا بان فاش برونشينا هنا الامبير متر، كيفاش تبرونشا في هاد الدار؟ تبرونشا على التوالي، شفتوا في السابعة جوج الانواع ديال التراكيب، كاين مونتاج اون سيري اللي هو التركيب على التوالي، كاين مونتاج باراليل اللي هو التركيب على التوازي. دونك يركب، يعني فاش نبغي نعبر شده التيار الكهربائي اللي دايزه في الدار، كيخصني نركب هذا جهاز الامبير متر على التوالي، ما تمشيش وديرو هنايا، الا جيتي درتي هنا دونك غيكون على التوازي، خطا. جهاز الامبير متر يركب على، انا نديرها هنا، يركب على التوالي. يعني هذه بعض المعلومات خصكم تكونوا كتعرفوهم، تقدروا تصادفوهم في التمارين. نشوفوا المقدار الثاني دابا اللي هو التوتر الكهربائي. التوتر الكهربائي اون فرونسي سي لا طونسيون. شنو هو التعريف ديال التوتر الكهربائي؟ هو كميه الكهرباء اللي كتكون، اللي كنقيسوها بين مربطي واحد المركبه كهربائيه. مثلا هذا المصباح هذا، الا بغيت نعرف التوتر الكهربائي ديال هذا المصباح، يعني من لهنايا لهنا، يعني شحال كاين ديال الكهرباء في هذه البلاصه هذه. الا شفت عاوتاني من لهنا لهنا، يعني هذا عباره عن توتر. الا شفت من لهنا لهنا، هذا عباره عن توتر. يعني فاش كنقيسوا الكميه ديال الكهرباء ما بين يعني واحد المركبه كهربائيه، فهذا توتر كهربائي. نرمز له بالحرف U ماجيسكو. دونك اي شده التيار، U التوتر الكهربائي. الله يرضى عليكم، هذه المقادير هذو ما ذكرناش بهم غير هكاك، ولكن غينفعونا في قانون اون. الا كنت فاهم هذه المسائل هذو، الدرس غيجينا بسيط ان شاء الله. دونك التوتر الكهربائي هو مقدار فيزيائي، دونك نرمز له بالحرف U، والوحده العالميه لقياس التوتر الكهربائي هي الفولت. الفولت، ونرمز لها بالحرف V. ديما كنقولوا U تساوي شي حاجه بالفولت، شده التيار كنقولوا شي حاجه كتساوي بالامبير، صافي. دونك الوحده العالميه لقياس التوتر الكهربائي هي الفولت، نرمز لها ب في. والجهاز، دونك هنا عندنا الوحده الامبير، الجهاز هو الامبير متر، هنا عندنا الوحده العالميه هي الفولت، دونك الجهاز غيكون هو الفولت متر. الرمز ديالو دائره فيها في، فوالا. دونك الا بغيت نعبر هنا التوتر الكهربائي، فها كيفاش غادي ندير؟ غادي نجيب، بغيت نعرف التوتر الكهربائي بين مربطي هذا المصباح، غنجي نركب هاد الفولت متر على التوازي. ضروري كيتركب في الدار على التوازي، بينما الا بغيت نعبر شده التيار الكهربائي اي كنركبوا جهاز الامبير متر على التوالي. يعني هادو معلومات يعني خصكم تضبطوهم مزيان باش ما يكونش عندنا مشكل. مزيان، هادشي كامل اللي كنا كنتكلموا عليه، هادشي كامل ديال الاولى اعدادي، وكان بمثابه تذكير، يعني بعض المعلومات الاساسيه اللي خصنا نكونوا ديجا عارفينهم. دابا غادي نشوفوا واحد الجهاز، اولا غادي نشوفوا واحد المقدار كهربائي اخر غادي نتعرفوا عليه، وديجا كنا شفناه في الاولى الاعدادي، هو الموصل الاومي. الموصل الاومي اولا المقاومه، الموصل الأوم. باش نعرفوا شنو هو هذا الموصل الأومي، شنو هو الدور ديالو الى غير ذلك، غنعطيكم جوج ديال التراكيب كهربائيه، التركيب رقم واحد والتركيب رقم اثنان. مزيان، التركيب هذا باش ندير له التحليل، ديما كنجي من لا سورس، يعني من المنبع ديال التيار هو هذا، يعني هذا المولد غيعطينا تيار كهربائي.
ياك غيعطينا كهرباء. ديما فاش كنبغي نمثل تيار الكهربائي ديما كنمشي لهذا العنصر هذا. ولكن هنا عندي سؤال، واش التيار الكهربائي غيخرج من هنا من القطب السالب ولا غيخرج من هنا من القطب الموجب؟ القاعده كتقول بان التيار الكهربائي كيخرج ديما من القطب الموجب. كنمثلو التيار الكهربائي بسهم، يعني هذا التيار الكهربائي خرج من هنا داز من هنا مزيان، كيفاش نلقى قاطع التيار مغلق؟ غيمر ولا ما غيمرش؟ غادي يمر التيار الكهربائي. كل لقاه مفتوح ما غاديش يمر، دونك ملي غادي يمر فوالا غادي يوصل للمصباح. شنو غيوقع للمصباح؟ شنو غيوقع؟ دونك كينطلق من القطب الموجب وكيدور وكيمشي للقطب السالب وهكذا دواليك. دونك شنو غيوقع للمصباح منين غيوصلوا التيار الكهربائي؟ س يشتعل، س يشتعل فوالا. دونك المصباح س يتوهج فوالا. خدينا واحد دونك التجربه هذه، خدينا واحد الجهاز اللي هو جهاز الامبيرمتر، يعني من السميه ديالو جهاز الامبيرمتر لقياس شده التيار الكهربائي. هذا جهاز الامبيرمتر شار لنا القيمه اي واحد كتساوي 90 ميلي امبير، صافي. خدينا نفس هاد التركيب هذا وعاودنا حطيناه، لاحظوا معايا عندنا مولد، عندنا قاطع التيار، عندنا مصباح، عندنا جهاز الامبير متر، وعندنا اسلاك الربط. مزيان، دونك التيار الكهربائي غادي يخرج من القطب الموجب قلنا، غيلقى قاطع التيار مغلق غادي يمر بشكل عادي، غيوصل غيلقى واحد المركبه جديده. هاد المركبه جديده ولا هاد العنصر الكهربائي يسمى موصل اومي. فالا ما لقاش المصباح مباشره، لقى موصل اومي. مزيان، مر هاد التيار الكهربائي، يعني الا لقيت التيار وصل هنا وصل هنا، يعني راه داز من المقاومه ولا داز من هاد الموصل الكهربائي وصل للمصباح، المصباح اشتغل. مزيان، ومر التيار الى غير ذلك. جيت برونشيت انايا هنايا جهاز الامبيرمتر وبغيت نعبر منين درنا الموصل الاومي، بغيت نشوف واش شده التيار بقات 90 ميلي امبير اولا تغيرات. شنو لاحظت؟ لاحظت بان التيار ولا شده التيار الجديده اي دو ولات كتساوي لنا 40 ميلي امبير. شنو كنلاحظ هنا؟ بان اي واحد اللي كانت في التركيب الاول اكبر من اي 2. هذه هي الملاحظه اللي كنستنتج. فاش ما كان لا موصل اومي لا والو، كانت عندنا شده التيار هي 90 ميلي امبير. فاش درنا الموصل الاومي شنو وقع لشده التيار؟ تناقصات ولات 40 ميلي امبير. دونك نقولوا هذا العنصر اكس اللي زاد هنا اللي هو الموصل الاومي شنو دار؟ خفض لنا شده التيار الكهربائي. هنا الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الميلي امبير، ميلي امبير من الوحدات المستعمله، قلنا بان الوحده المستعمله العالميه هي الامبير. ودونك الامبير عنده يعني اجزاء ديالو وعنده مضاعفات ديالو. دونك شحال كيساوي واحد امبير؟ كيساوي 1000 ميلي امبير. يعني ميلي امبير شي حاجه صغيره. دونك انا الا بغيت ندوز من الميلي امبير للامبير شنو غادي ندير؟ نقسم على 1000، يعني تشد 90 وتقسمها على 1000 اتعطيك هي. دونك واحد جوج امواج اصفر مشاو، غنزيدو صفر، دونك 0.0 سعود امبير. دونك الا بغيتي تمشي من الامبير للميلي امبير كتضرب في 1000، الا بغيتي دابا العكس من الميلي امبير تمشي للامبير كتقسم على 1000، يعني من الامبير للميلي امبير كنضرب في 1000 ومن الميلي امبير للامبير كنقسم على 1000. دونك هنا شده التيار هي 0.09 امبير وهنا هي 0.04 امبير. في كلتا الحالتين كنستنتجوا بان شده التيار شنو وقع لها؟ انخفضت. كنلاحظ بان هنايا المصباح في هذه الحاله هذه كيفاش كان؟ كانت الإضاءة ديال المصباح الإضاءة عادية، يعني فاش ما كان لا موصل أومي لا والو، دونك وصل لنا التيار الكهربائي، أنا شعل المصباح عادي مزيان وهذاك. فاش برونشينا الموصل الأومي قبل من المصباح، دونك لاحظت بأن هذا المصباح هذا شنو وقع له؟ دونك حصل على إضاءة ضعيفة، يعني شعلت البولة ماشي ما شعلتش، حيت وصلت التيار الكهربائي ولكن شعلت معمشة. علاش؟ حيت ما وصلهاش، حيت هنا نورمالمون وصلتها 90 ميلي أمبير، شعلت البولة عادية.
هنايا ما وصلتهاش 9 ميلي امبير كلها. هاد الموصل اومي بحال كنقولوا يعني بحال ابسوربا، بحال شد لينا شي حاجه ديال التيار الكهربائي، شي حاجه شدها وشي حاجه ما شدهاش. دونك شنو هو الموصل اومي؟ الموصل اومي عباره عن ثنائي قطب. دونك عباره عن ثنائي قطب. شنو هو ثنائي قطب؟ دونك هذا هو الرمز ديال الموصل الاومي. دونك له مربطين، دونك كيتسمى ثنائي قطب. بحال المولد حتى هو كيتسمى ثنائي قطب، بحال المصباح حتى هو كيتسمى، هادو كلهم كيتسموا ثنائيات قطب. دونك الموصل الاومي عباره عن ثنائي قطب، نرمز له بهذا الرمز هذا او لا كنديروا حتى انا اخ الى غير ذلك. الدور ديالو في الداره الكهربائيه يعرقل مرور التيار الكهربائي. لاحظ معايا التيار الكهربائي كان جاي هنا، كان جاي 90 ملي امبير كيف ما الحاله الاولى. شنو دار هو؟ عرقل السير ديال التيار الكهربائي، شد واحد 50 وخلى غير 40 هي اللي وصلت. هنا فاش ما كان والو وصلت 90 ملي امبير شعل المصباح بطريقه عاديه، بينما هنا فاش كان عندنا الموصل الاومي عرقل لينا المرور ديال التيار الكهربائي. ما نقولوش منع حيتاش لا منع، يعني ما غيخليش التيار الكهربائي يدوز مره، داك الصمام ثنائي. دونك هنا عرقل لينا المرور ديال التيار الكهربائي، جزء مر جزء لم يمر. دونك الموصل الاومي نورمالمون هو مركبه كهربائيه تعمل على تخفيض التيار الكهربائي داخل الداره الكهربائيه. فين كنوجدوا الموصلات الاوميه؟ كنوجدوها في نورمالمون في داخل التلفاز، داخل الحاسوب لي زورديناتور، كنلقاهم في الراديو صافي. الرمز ديالهم راه باين، يعني كتكون واحد الاسطوانه وكيكون عندها سليك من هنا وسليك من هنا، وكيكونوا عندها حلقات ملونه فيها الالوان الى غير ذلك. هادشي غنهضروا عليه من بعد. دونك نهضروا دابا على المميزات ديال الموصل الاومي. الموصل الاومي دونك كيتميز، هذا الموصل الاومي كيتميز بواحد المقدار فيزيائي اسمه المقاومه. دونك اسمه المقاومه. دونك غنشوفوا هذا المقدار الفيزيائي اللي هو المقاومه الكهربائيه. اون فرونسي هي لا ريزيستانس الكتريك. كنلاحظوا بان بالفرنسيه كتبدا باغ ريزيستانس. دونك نرمزوا للمقاومه الكهربائيه التي يتميز بها الموصل الاومي بالحرف اغ ماجيسكول. ديما كنقولوا اغ تساوي الوحده العالميه. الوحده العالميه للمقاومه الكهربائيه هي نورمالمون هذا الرمز هذا. نورمالمون كنسميو هذا الرمز هذا اوميغا. فوالا دونك وكنقولوا له حنا الاوم. دونك الوحده العالميه لقياس المقاومه الكهربائيه هي الاوم، يعني كنقولوا اغ تساوي 5 اوم ولا اغ تساوي 10 اوم. نرمزوا للاوم بهذا الرمز اوميغا. فوالا هو راه ماشي حيت كاين اللي كيمشي كيدير اغ، هو راه ماشي اغ، ما الرمز ديالو بحال هذا الشكل هذا. هاد المقاومه الكهربائيه باش نقيسوها كنستعملوا واحد الجهاز. غناخذوا كيف ما كنديروا ديما الوحده العالميه ونزيدوا عليها متر. دونك الجهاز المستعمل هو الاوم متر. والاوم متر نورمالمون كنركبوه هنا في الداره ديالنا وكيعطينا القيمه باش بالاوم. كنقولوا اغ تساوي 10 اوم، اغ تساوي 100 اوم على حساب المقاومه. كاينه واحد الملاحظة مهمة. مثلا إذا جيت وحطيت واحد الموصل أومي هنايا، المقاومة ديالو مثلا أغ كتساوي مثلا 10 أوم، ياك؟ وجيت عاوتاني حيدتو ودرت بلاصتو واحد المقاومة أغ إثنان، واحد الموصل أومي نورمالمون المقاومة ديالو أغ إثنان كتساوي مثلا 100 أوم. هاد الموصل الاومي للمقاومه ديالو 10 اوم غادي يقاوم لينا شده التيار الكهربائي بواحد الشكل اللي صغير. مثلا الا كانت عندي 90 ميلي امبير، دونك غتخرج لينا مثلا 70 ميلي امبير، يعني يلا ياخذ واحد 20 ميلي امبير. بينما اللي عنده مقاومه كبيره، الا كان هذا الموصل الاومي المقاومه ديالو كبيره مثلا 100 اوم، دونك الا كانت عندنا 90 ميلي امبير في الدار، دونك الا كانت عندنا هذا الموصل الاومي اللي المقاومه ديالو 100 نورمالمون اوم، غادي يخلي تقريبا تخرج واحد الشده ديال التيار الكهربائي اللي صغيره مثلا يلا 10 ميلي امبير ولا 20 ميلي امبير. دونك كل ما كان الموصل الاومي عنده مقاومه كبيره فكيعرقل
شده التيار الكهربائي بشكل كبير، يعني شده التيار الكهربائي تتناقص بشكل كبير. كل ما كان الموصل الاومي المقاومه ديالو صغيره فهو كيعرقل مرور التيار الكهربائي بنسبه ضئيله، والشده ديال التيار الكهربائي كتصغر بواحد شويه. دونك شفنا الطريقه الاولى كيفاش كنقيسوا المقاومه الكهربائيه اللي كيتميز بها الموصل الاومي، وقلنا كنستعملوا جهاز الاوم متر. ودابا غادي نشوفوا في الجزء الثاني ديال الدرس الطرق الاخرى لقياس المقاومه الكهربائيه. الو دابا غادي نشوفوا الفقره ديال تحديد قيمه المقاومه لموصل اومي بطريقه الترقيم العالمي. شفنا الطريقه الاولى قلنا بانه لقياس مقاومه موصل اومي نستعمل جهاز الاوميتر، وقلنا بان الوحده العالميه للمقاومه الكهربائيه الاوم. يعني هذوما المعلومات اللي استخلصنا. دابا الطريقه الثانيه كيفاش نحسب المقاومه ديال موصل اومي، كنستعمل واحد الطريقه ديال الترقيم العالمي. قلنا بان الموصل الاومي كيكون بحال هكا على شكل اسطوانه، وكيكونوا فيه يعني واحد الشريطات ديال الالوان، يعني كيكون فيه حلقات ملونه، كيكونوا عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه، كيكون عندنا اربعه ديال الحلقات ملونه، بحيث ان كل لون ديال الحلقه كيشير لواحد الرقم معين. دونك كيفاش الى عطاني موصل اومي وعطاني الحلقات الملونه ديالو، كيفاش نحسب اغ المقاومه ديالو؟ طريقه بسيطه بزاف، يكفي انك تكون حافظ هذا لو طابلو. هذا لو طابلو بسيط. اذا كان عندنا اللون الاسود يشير الى الرقم صفر، بني واحد، احمر اثنان، برتقالي ثلاثه، اصفر اربعه، اخضر خمسه، ازرق سته، بنفسجي سبعه، رمادي ثمانيه، ثم ابيض تسعه. دونك طريقه كيفاش كناخذ اغ تساوي دائما الوحده بالاوم. دونك شنو كتقول لي القاعده؟ كتقول لي بانه اللون الاول كيشير لنا للرقم الاول، يعني كنشوف اللون الاول وكنشوف الرقم ديالو وكنكتب. اللون الثاني كيشير لنا حتى هو للرقم الثاني، يعني كنشوف اللون الثاني وكنشوف شنو الرقم ديالو وكنكتبو هنا. في حين اللون الثالث ما كيشيرش للرقم، كيشير الى عدد الاصفار. باش نفهمو مزيان، الى بغيت نشوف هذا المثال، هذا عندنا الالوان بنفسجي، اخضر، اسود، فضي. كنعتمد على الالوان الثلاثه الاولى، هذا اللون الفضي وهذا اللون الذهبي ماشي المستوى ديالكم، هادو كيتستعملوا لتحديد الدقه الى غير ذلك. دونك نتوما المقاومه الكهربائيه ديال الموصل الاومي كتعتمدوا على الالوان الثلاثه الاولى. دونك اللون الاول غيشير لي الرقم الاول، اللون الثاني غيشير لنا الرقم الثاني، واللون الثالث غيشير لنا العدد الاصفر. لاحظ معايا عندنا اللون الاول هو البنفسجي، دونك فين هو البنفسجي؟ هو هذا. دونك سبعه، غنجي غنكتب سبعه. اللون الثاني هو اخضر، دونك اخضر الرقم ديالو هو خمسه، دونك كنكتبوا الرقم خمسه هاو. في حين اللون الثالث ما كيشيرش الى الرقم، كيشير لعدد الاصفار. اسود، اسود صفر، يعني شحال غادي ندير صفر؟ صفر من الاصفار، يعني ما غادي ندير حتى شي صفر. دونك هذا الموصل الاومي المقاومه ديالو اغ واحد تساوي 75 اوم. هكا غنكون حسبتها بالطريقه ديال الترقيم العالمي. تقدروا نتوما ديروا بوز الفيديو وتخدموا هاد اغ اثنان بنفس الطريقه. دونك لاحظ معايا اللون الاول عندنا هو الازرق، دونك اللون الازرق يشير الى الرقم 6. اللون الثاني الاسود كنكتبوا الرقم ديالو اللي هو صفر. اللون الثالث، اللون الثالث ما كيشيرش الى رقم، كيشير الى عدد الاصفار. دونك عندنا بني، بني شحال من صفر غادي نديرو؟ صفر واحد. دونك بالتالي غادي تساوي المقاومه ديال هذا الموصل الاومي الثاني 600 امبير. واحد المساله معينه قلنا بان المقاومه الكهربائيه الوحده العالميه ديالها هي الاوم، كنرمزوا لها بهذا الحرف ديال اوميغا. راه ما كاينش غير الاوم، غادي تشوفوا واحد الوحده سميتها الميغا اوم، وغتشوفوا واحد الوحده اخرى سميتها الكيلو اوم. هادو من المضاعفات ديال الاوم، يعني الا كانت شي قيمه كبيره ديال المقاومه. دونك الرمز ديال الميغا اوم هي ام ماجيسكول
اوم، بحيث ان واحد ميغا اوم يساوي كيلو اوم كندير واحد ك اوميغا. دونك واحد كيلو اوم هو 1000 ثلاثه الاصفار اوم. شنو هي 1000؟ يعني بالقوى اللي قريتو في الدوره الاولى 10 اس 3 اوم. يعني الا بغيت نحول، الا بغيت نحول نورمالمون من الاوم نورمالمون من الكيلو اوم الاوم كنضرب في 1000، ومن الاوم الكيلو اوم كنقسم على 1000. دونك 1 ميغا اوم كيساوي 10 و 6 اوم، هي تقريبا يعني 1 ميغا اوم كتساوي 1 نورمالمون كتساوي مليون اوم، علاش؟ حيت 10 و 6 هي 1 وراها 6 ديال الاصفار. دابا غادي نمروا للطريقه المهمه اللي غنحتاجوها في الدرس لقياس المقاومه الكهربائيه باستعمال ما يسمى قانون اوم. هناك قانون يسمى قانون اوم، اون فرونسي لا لوا دوم. شنو كيقول هذا قانون اوم؟ دونك تجربه غديروها في القسم، غتاخذوا واحد المولد كهربائي قابل للضرب، وتاخذوا واحد المقاومه كهربائيه، واحد التركيب كهربائي الى غير ذلك، وغادي تبقاو تقيسوا يعني شده التيار الكهربائي اي، وغتبقاو تقيسوا التوتر الكهربائي او، يعني غتبقاو تقيسوا هاد جوج ديال القيم هادو فوالا، وغادي ديروهم في الطابلو، وغادي يعطيوكم واحد المعلم هكا. دونك هنا محور الاراتي غتكون عندكم او، ومحور الفاصل يكون عندكم قيمة ديال شده التيار اي. وغادي نلاحظوا بان النقط اللي غادي نحصل عليها غيكونوا بحال هكاكم، اللي غادي يعني القيم ديال التوتر بدلاله شده التيار. دونك فاش غترسم هذا غتحصل على واحد المستقيم يمر من اصل المعلم. دونك هذه كتسمى هي المميزه ديال الموصل الاومي فوالا. دونك فيما غديروا او على اي باش تحسبوا المعامل ديال التناسب غتلقاو واحد العدد ثابت. دونك هذاك العدد الثابت كيشير الى المقاومه الكهربائيه. دونك هذا الشيء هذا غادي تشوفوه يعني في الدرس. اللي خصني نستخلص انه شنو هو قانون اوم، شنو هو النص ديال قانون اوم؟ قانون اوم كيقول بانه التوتر ولا يساوي التوتر الكهربائي او بين مربطي موصل اومي جداء مقاومته الكهربائيه وشده التيار الكهربائي المار فيه. يعني قال لك يساوي التوتر الكهربائي بين مربطي موصل اومي، يعني عندنا موصل اومي الا بغينا نحسبوا التوتر بين مربطي هاد نورمالمون هاد الموصل اومي هو جداء المقاومه ديالو اخ جداء يعني فيه شدة التيار الكهربائي المارة فيه. دونك قانون اوم هو هذا، او التوتر الكهربائي يساوي المقاومة في الشدة الكهربائية. دونك في يعني باش نوضحوا القاعدة مزيان، او هو التوتر الكهربائي، اخ هي المقاومة، و اي هي الشدة ديال التيار الكهربائي. الوحدات مهمين بزاف باش كنلقاو او بالفولت، باش كتكون اخ بالاوم، وباش كتكون الشده بالامبير. صافي، انطلاقا من هذه العلاقه هذه يمكن استنتاج علاقتين، حيت في التمارين ماشي ديما كيقول لك احسب التوتر الكهربائي، يقدر يقول لك احسب اخ المقاومه ولا احسب اي الشده. دونك بالرياضيات اخ شنو غادا تكون كتساوي؟ دونك الا بغيت اخ شنو كتساوي؟ نحول او للطرف الثاني، الاي للطرف الثاني. دونك عندنا هنا في مي غتمشي لها تولي قسمه، دونك اخ كتساوي او مقسومه على اي. الا بغيت نحسب اي خص هادو يكونوا بجوج معروفين، غنحول اخ للطرف الثاني تولي قسمه، دونك كتولي او على اخ، او على اخ. مزيان، الناس اللي ما كيعرفوش يستخلصوا هادو من العلاقه الاساسيه كنصحكم انكم تبقاو ديروا الطريقه ديال المثلث اللي كنا شفناها مع الوزن والكتله. دونك الطريقه بسيطه، كان عندنا في، هنا عندنا اخ، هنا عندنا اي، وهنا عندنا او. فوالا، دونك كم تساوي او كتساوي اخ في اي، كم تساوي اخ كتساوي او على اي. هيا كم تساوي اي كتساوي او على اخ. انطلاقا من هذا المثلث هذا تقدر تستنتج هذه العلاقات هذو بثلاثه.
صافي. اللي خصني نعرف هو الا بغيت نحسب اخ خص تكون عندنا او و اي معروفين. الا بغيت نحسب اي شده التيار خص تكون عندنا او و اخ معروفين. فاش نبغي نحسب التوتر الكهربائي او يعني ديما خصهم من هاد الثلاثه ديال المقادير الكهربائيه خصني نكون كنعرف جوج والثالث كيبقى مجهول كنقدر نستنتجو كنقدر نعرفو. دابا غادي نمروا نشوفوا واحد التمرين تطبيقي بسرعه باش نفهموا هاد قانون اوم ونعرفوا مدى الاهميه ديالو. دونك هو اللي كتلقاوه بزاف في المحادات وفي التمارين. دونك عطاونا تطبيق فيه جوج ديال الاسئله كيف ما كتشوفوا. دونك السؤال الاول قال لك احسب قيمه مقاومه موصل اومي علما ان شده التيار هي 200 ملي امبير وتوتر بين مربطين هاد الموصل اومي هي 6 فولت. شنو كنلاحظ هنايا؟ دونك العلاقه الاساسيه اللي عندنا في الدرس شنو هي؟ التوتر كيساوي المقاومه الكهربائيه في شده التيار. هذه كنحطها قدام عينيا حيت هي اللي غتخرج لي التمارين. مزيان شنو قال لي؟ غادي نحسب حساب المقاومه. حساب المقاومه اخ دونك كنحول اي للطرف الثاني. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نقول نعلم ان ديما كنديروا قانون اوم، نعلم ان او كتساوي اخ ضروبه في اي. حنا شنو قالوا لنا في السؤال الاول؟ قالوا لنا احسب مقاومه الموصل الاوم يعني اخ. بالتالي غادي نحول اي للطرف الثاني. دونك غادي نقولوا اخ كتساوي توتر او على اي. مزيان دابا غنجي للوحدات. او خاصها تكون بالفولت. مزيان عطاونا 6 فولت. و اي باش خاصها تكون بالامبير هما عطاونا الميلي امبير. قلنا من الامبير الميلي امبير. من الامبير الميلي امبير شنو كنديرو؟ كنضربو في 1000 ومن الميلي امبير الامبير كنقسمو على 1000. هاد المسائل هادو خصك تكون ضابطهم مزيان. يعني هنا بآلة حاسبة غتاخد 200 وتقسمها على 1000 غتعطيك هي 0.2 امبير. مزيان دونك باش نحسب انا او على اي خص تكون او بالفولت و اي بالامبير. دونك دابا ما غاديش نغلط. التطبيق عددي شنو هي او؟ هي 6 فولت. وشنو هي اي؟ هي 0.2. دونك غتقسم 6 على 0.2. مجرد تطبيق عددي 6 مقسومه على 0.2 كتعطينا 30. كاين اللي معزر باوي ساليس مزيان فرحان وغيمشي كيجري اخ مقاومه. دونك ضروري وليدي خصك دير الاوم. الا ما درتيهاش غينقص لك النقط. ما ننساش وما نستهنش بهذا الشيء ديال الوحدات حيت مهم بزاف. السؤال الثاني في التطبيق كيقول احسب قيمه التوتر بين مربطي الموصل الاومي علما ان المقاومه ديالو هي 300 اوم وشدة التيار المار فيه هي 0.63 امبير. دونك شنو قالوا لي نحسب هنا؟ التوتر او. دونك نطبقوا قانون اوم حسب ولا بتطبيق قانون اوم حسب قانون اوم لدينا او تساوي اغ مضروبه في اي. مزيان قلنا هاد اغ هادي باش خصها تكون بالاوم و اي باش خصها تكون بالامبير. انفيريفي عطاوني هادي بالاوم عطاوني هادي بالامبير. دونك تطبيق عددي ما غتزيد ما غادي تنقص. اغ هي 300 و اي هي 0.63 وبالتالي غنضرب 300 في 0.63 وغتعطيك القيمه ديال التوتر اللي كنقلبوا عليها. دونك 300 مضروبه في 0.63 كتعطينا 189. 189 قلنا الخطا اللي كيديروا الاغلبيه كيتسرعوا وكيأطروا وكيمشيو بالزربه وما كيديروش ما كيديروش ماذا؟ ما كيديروش الوحده العالميه. دونك او الوحده العالميه باش كتكون بالفولت. دونك 189 فولت هي قيمه التوتر بين مربطي الموصل الاومي. هكا غادي نكونوا ختمنا لوكور ديالنا وشفنا كل ما يتعلق بالمقاومه الكهربائيه وشفنا ايضا قانون اوم وشفنا تطبيق ديال الدرس. في انتظار ان شاء الله نديروا سلسله ديال التمارين تكون عامه وفيها نماذج ديال التمارين اللي كتكون مقترحه في المحادات. دونك غادي نقول لكم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الفيديو ويكون عجبكم. واللي عجبو الفيديو ما ينساش انه يدير لايك ويبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو. كنتمنى لكم التوفيق. تهلاو في راسكم بزاف. سلام عليكم.